اضرب متى معك تعزينك اسرع سكواد يرجع للوبي بيلعبوا بيلعبوا بالأربعة Awesome. Form up on me. Marked a location. Awesome. فرطينا كفو. اي وحش بسم الله اسطوره يساعدينا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا شباب وبنات، رجعت لكم فيديو جديد. قبل بداية الفيديو دائما وابدا لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب، بداية حابب اشكركم على التفاعل بالفيديوهات، والله شيء يفرح القلب وعن جد شيء شجعني اني استمر. الله يسعدكم جميعا، الله يسعد كل شخص بيحط لايك وبيكتب لي تعليق حلو. فحبايب هذا الفيديو جبت لكم حساسية، ظبطت لكم الحساسية للموبايل وللايباد ولجميع الفريمات غوالي. في اغلب الناس عم تكتب لي بتصير جيروسكوب بدون جيروسكوب، هاي الحساسيه مظبط لكم اياها بجيروسكوب وبدون جيروسكوب. واذا كان جوالك ضعيف او قوي جرب الحساسيه وما انا خسران شيء، واعطيني رايك بالتعليقات. فالله يسعدكم حبايب، عن جد هذا الفيديو من اقوى الفيديوهات بالقناه حرفيا. لعبت لكم جيمين مستحيل مستحيل تشوفوا كمية الحماس. يعني تخيل خصوم بتقييم الكونكر عم تواجهون، عن جد متعة لا توصف. وحبايب في اغلب الناس بتكتب لي ليش بتتأخر بالنشر. حبايب انا كل 3 ايام بنشر فيديو بسبب الشغل، والله يعني يوتيوب وشغل ما بيمشي الحالة، بشتغل 10 ساعات وتعب وبتعرفوا الشغل، وبسوريا الوضع كتير سيء. وان شاء الله مع الايام بنصير افضل وافضل. فحبايب الله يسعدكم يا رب، شاهدوا الفيديو للاخير والحساسية بالفيديو، لا تقربوا الفيديو نهائيا عشان تفهموا وكيف تضبط حساسيتك وكيف تخلي ايمك هيد شوت. فشرح لكم اياه كله، فراح اترككم مع الجيم وبعدين راح اخلي لكم الحساسيه. فشاهدوا الجيم اول، الله يسعدكم يا رب ومشاهده ممتعه.
I need a helmet. يا عم تم على بس عادي Watch out! Finish.
ناس بتعقيمهم يا زلمة. قلب الشلة تحت 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 يا وحش. سمك 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 We are number one. هني بدمري اليمن انا بدمري طيب حبايب، الله يسعد كل شخص وصل لهي اللحظة. بتمنى استمتعتوا بالجيوم. حبايب ركزوا معي كتير منيح، نتعلم أساسيات اللعب وأساسيات الإعدادات. حبايب منفوت على الإعدادات، عندك عناصر التحكم متقدمة، تمام، تنزل لتحت عندك حساسية الرقد، هاي بتأثر على لعبك على المشي، فأنت إذا عندك يا 50 حطها 100، تمام، وعندك المنظور الشخص الثالث، إذا كنت لاعب جوال حطها 90، تمام، إذا كنت لاعب أيباد أنا بنصح تخليها 80 أزبط، مشان كيف، لأني الأيباد ما في داعي لأنه تكبر الحجم. وكمان ننزل لتحت يا غوالي، عندك الجيروسكوب، اذا كان عندك عكس الجيروسكوب اعطيه تعطيل، وعندك جيروسكوب انا احطه تشغيل دائما، يعني بلعب فول جيروسكوب. بنرجع الحساسية يا غوالي، انا الحساسية بلعبها 400، تمام، انا راح اعطيك الكود الحساسية، اذا اعطيتك كود الحساسية وعندك الحساسية سريعة بامكانك تنزل منظور الشخص الثالث تحطه مثلا 180 حسب انت كيف، يعني قبل انت ما تاخذ حساسيتي شوف عندك الحساسيه ايش قد المنظور الشخص الثالث وهذول، وبس انت خليهم مثل ما عندك، والسكوبات بس بيتعدلوا عندك، مو عرفت كيف. فالله يسعدكم يا حبايب. الاساسيات اللعب، انت لما بدك تواجه سكواد، في اغلب الناس عم بتقلي ليش ما عم بتبوش وليش بتكمبر وليش، حبايب خصوم احيانا مع الشوت جن وبنفس الوقت خصوم ما بتتواجه، وكل اللعيبه اللي ضدي يعني مو مناوب، يعني شي بيفرق لعيبة على المناوب. المناوب عادي بتبش عليهم ايزي، يعني مناوب. فحبايب
ركزوا معي كتير منيح، المثلث اللي بالنص انت حاول تخليه على الراس على طول، يعني لما تواجه الشخص خليه على الراس مثل هيك. شايفين الهدات؟ شوفوا هدول خفيف، شايفين كمية الهدات؟ ليش انا مباشر مستحكمه على الراس، هدف المثلث النصين يعني حط على الراس فمباشر هدات. وتثبيت السكوبات، اذا كنت لاعب جيروسكوب انت حاول يعني لما تضرب شخص تنزل على الهدا بالجيروسكوب، يصير عندك ايم مسطرة. شوفوا شايفين قوة الايم؟ مستحيل في اقوى. هاي سكوب 4 عندي اسفل، شايفين الثبات. فحبايب هاي الحساسية للموبايل للايباد ولجميع الفريمات وللجيروسكوب وبدون جيروسكوب، فراح اخلي لكم الحساسية عرض بطيء وراح اترككم لاكواد الحساسية. تمام، الله يسعدكم، لا تنسوا الاشتراك واللايك، بتشجعني كتير على الاستمرار. شوفكم فيديوهات جديدة وسي يو.